فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء ممن مات بين ظهراني المشركين أو الكفار. يقول: هل هذا دليل على أن الذي يموت في بلاد الكفار على أنه ليس بمسلم؟ إذا كان يقدر على الهجرة، هذا بالذي يقدر على الهجرة ولم يهاجر، أما الذي لا يقدر على الهجرة فهو معذور. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني غير مهاجرين. قالوا: فيما كنتم؟ أي بلد أنتم الآن؟ توبيخ. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد، لأن جماعة من المسلمين في مكة، سبب نزول الآية أن جماعة من المسلمين في مكة خرج بهم المشركون قهرا إلى بدر ليقاتلوا معهم، خرجوا بهم إلى بدر ليقاتلوا معهم، فالله عاتب: لما تقيمون في مكة وأنتم تقدرون على الهجرة حتى حصل لكم ما حصل من المشركين؟ نعم، هذا وعيد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.